سيكون الدولي الجزائري سفير تايدر على موعد يوم الثلاثاء بالانتقال إلى إنجلترا لتوقيع عقد جديد رفقة فريق ساوثامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد قابل للتجديد. متوسط ميدان إنتر ميلان سيكون منتظرا صبيحة الثلاثاء في مقر النادي الإنجليزي لاجتياز الفحص الطبي والتوقيع رسميا مقابل راتب شهري قدر بواحد مليون يورو للموسم الواحد. إدارة ساوثامبتون ستكون مطالبة حسب ما كشفت عنه قناة سكاي سبورت الإيطالية بضخ قيمة مالية قدرها 9 ملايين يورو في نهاية الموسم إذا ما كانت ترغب في شراء عقد الجزائري من نادي الإنتر.